السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده جل وعلا ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسله نبينا محمد المصطفى المختار، فهو خيار من خيار من خيار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، من محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جوار منبره وبيته ومسجده الشريف، من هذه البقاع الشريفة ومن هذه العرصات المنيفة، نحمد الله الذي جل جلاله إليكم، ونشكره جل وعلا على عموم نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هدانا للإسلام، ومن علينا ببعثة سيد الأنام، وشرفنا بخدمة الحرمين الشريفين والصلاة فيهما، ومن علينا بنعمة الأمن والأمان والخير والاطمئنان، فهي نعم تستحق منا الشكر. وبمناسبة الموافقة السامية على افتتاح الروضة الشريفة والصلاة فيها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما والصلاة في الحرم القديم، إنها لنعمة عظيمة ومنة جسيمة وفرحة كبرى تبتهج لها قلوب المسلمين وتطمئن لها أفئدة المؤمنين. فلله الحمد والشكر، لك الحمد ربنا حمدا كما يليق بجلالك وعظمتك، نحمدك ونشكرك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بعد أن أظلت هذه الجائحة الخطيرة والنازلة العظيمة على المسلمين وعلى بلادنا وعلى العالمين، وأصبحت ولله الحمد والمنة في هذه الأيام في انكشاف وتقض وزوال، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله، حرص على خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وخدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة زائريهما، فكانت موافقتهم الكريمة على افتتاح الروضة الشريفة والصلاة فيها ابتداء من يوم غد الأحد غرة شهر ربيع الأول من عام 42 و400 من الهجرة النبوية. وفي هذا تحقيق لنعمتين عظيمتين ومنتين جسيمتين، أولهما الصلاة في هذه الروضة الشريفة وما فيها من أجر عظيم وخير عميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والنعمة العظمى الثانية الحفاظ على أنفس الزائرين وصحتهم، والنظر إلى هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة، فقد حققت هذه الموافقة السامية مقصدين من مقاصد الشريعة: حفظ الدين بإقامة الشعائر ولله الحمد والمنة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في العمرة والزيارة وكذا الصلاة فيهما والصلاة في الروضة الشريفة، وأيضا الحفاظ على صحة الزائرين
وقد كان القرار السابق لتحقيق مصالح الزائرين والحفاظ على صحتهم ومهاجهم وأنفسهم وأبدانهم. فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره، ثم باسم الزائرين والقاطنين والمصلين والركع السجود نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على ما يلون الحرمين الشريفين وقاصديهما وزائريهما من جليل العناية وفائق الرعاية جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة. وإن هذه المرحلة الأولى من فتح الروضة الشريفة لتتطلب منا بعد شكر الله عز وجل